مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء على ملف الانتهاكات الصهيونية في فلسطين ينضم إلينا من مدينة اسطنبول السيد محمود شجراوي الباحث السياسي الفلسطيني. أهلا بكم سيد محمود. بداية، الاعتداءات الصهيونية لا سيما اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تصاعدت منذ مطلع أيلول الماضي بنسبة وصلت إلى 100% بحسب إحصاءات منظمة التحرير الفلسطينية. بما تفسر ذلك التصعيد الصهيوني المتواصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أخي الكريم أن الحملة على الضفة الغربية ليست جديدة، هي قديمة جديدة، وأنا أستغرب أن يتم التركيز في هذه الفترة على الضفة الغربية ويتم تجاهل باقي الملف الفلسطيني، الملف الغزي وملف أرض 48. ما يحدث الآن من تهويد في الضفة الغربية خصوصا في منطقة القدس والتي منها الخان الأحمر أيضا، هذا كله أخي يستهدف الآن السيطرة على قلب الضفة الغربية الذي هو قلب فلسطين وبؤرة الصراع فيها، وهي القدس والمسجد الأقصى المبارك. طيب، الأنباء تتحدث عن تعزيزات صهيونية مدرعة على امتداد الحدود مع قطاع غزة، برأيك هل ثمة ارتباط بين ذلك وبين تهديدات نتنياهو الأخيرة ضد القطاع؟ أخي الكريم، اعتدنا كباحثين وكمهتمين بالشأن الفلسطيني أنه الحكومة المجرمة الإسرائيلية كلما تأزمت وكلما تعرضت لأزمات داخلية هي تهرب إلى حرب غزة لحل مشاكل الداخلية. فالآن هم مأزومون، ومسيرات العودة الكبرى التي أطلقها شبان غزة العزل تفعل بهم الأفاعيل، رغم أنهم يعني يحاربونها بأسلحة بسيطة، إلا أن ردة الفعل الإسرائيلية على هذه المسيرات السلمية البسيطة كبير جدا حقيقة، ولدرجة التهديد بالحرب والتهديد بقصف غزة وحرب رابعة في خلال 10 سنوات على غزة، وهذا شيء حقيقة صعب أن يتم تصوره أصلا. طيب، لا يزال القمع طبعا مستمر ضد سكان قرية الخان الأحمر والناشطين المتضامنين معهم كذلك، إلى أين تتجه تطورات هذه القضية؟ أخي باختصار، الصهاينة يقومون بتهويد المكان والإنسان. أنهوا الآن تقريبا تهويد منطقة فلسطين التي احتلت عام 48، حتى إعلامنا وإعلام المهتم بالشأن الفلسطيني ما عاد يذكر 65% من أرض فلسطين التاريخية التي احتلت عام 1948، على اعتبار أنهم سلموا أن هذه أصبحت إسرائيل. طبعا الشعب الفلسطيني لا يعترف بهذه الدولة ولا يعترف بوجودها، رغم أن يعني الرئيس الفلسطيني الذي ينبغي أن يحاكي آمال الشعب الفلسطيني وآمال الأمة بالاهتمام بشأن الفلسطيني الكامل، يقزم القضية الفلسطينية بالاهتمام بقضية الخان الأحمر أو الضفة الغربية. قضية الخان الأحمر أخي الكريم أهميتها تنبع من أن الخان الأحمر جزء من القدس الكبرى، وإقفال منطقة الخان الأحمر تهويديا تهويدها والاستيلاء عليها سيغلق القدس وسيغلق الباب أصلا أمام وجود دولة فلسطينية في الضفة الغربية، بمعنى أن هذا حتى فكرة الدولتين التي قبل بها عباس ومن هم حول عباس الذين يسيرون في راكب الاستسلام والسلام، هؤلاء أيضا ما عاد لهم فرصة أصلا لوجود دولة فلسطينية في الضفة الغربية بعد أن الصهاينة استولوا على عدد مساحة كبيرة جدا من الضفة تزيد عن. سيد محمود، ما الذي يملكه الفلسطينيون الآن ليقفوا أمام مشروع الاستيطان؟ أخي، الفلسطينيون يملكوا سلاح رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني الهش، هذا الكيان الذي أحرجته ودمرت اقتصاده بالونات حارقة، هذا الاقتصاد الذي مسيرات سلمية في غزة من شباب عزل أدت إلى هجرة معاكسة من غلاف غزة وإلى نزول إلى داخل الملاجئ خوفا من البالونات الحارقة، هذا الكيان أخي هش. السلطة الفلسطينية هي التي الآن تحمي الكيان الصهيوني. أهلنا في الضفة الغربية يعانون من احتلالين، من احتلال صهيوني بندقية إسرائيلية ومن احتلال بنقطتين فلسطيني تنفذه السلطة الفلسطينية عليهم تحت ما يسمى بالتنسيق الأمني، الذي أنا أتمنى أن تركز عليه في أي حلقة أو في أي يوم من الأيام حتى نوضح للمشاهد ماذا يعني التنسيق الأمني.
اسم التنسيق الأمني هو باختصار تنميق ويعني تهذيب لكلمة الخيانة والعمالة. طيب، رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود باراك في تصريحات صحفية تفاخر بقتله ل300 فلسطيني خلال 3 دقائق ونصف، وتوعد بقتل المزيد في حال عودته إلى السلطة، وكذلك اتهم نتنياهو بالاستسلام لحركة حماس. كيف تقرأ هذه التصريحات؟ أخي، إيهود باراك ونتنياهو هم كلاهما مجرمي حرب، وهما وجهان لعملة واحدة. هذا إن دل على شيء، يعني تصريحات باراك، إيهود باراك تصريحاته إن دلت على شيء فإنما تدل على دموية هؤلاء المحتلين، وعلى كم أنه يعتبر هذا وعد انتخابي. يعني تخيل وعد انتخابي في الدنيا، الوعود الانتخابية بالبناء وبالتقدم وبالحضارة، هذا وعده لشعبه الذي يعني يعيش على الدموية، يعيش على الإجرام، وعدوا أن يقتل مزيد من الفلسطينيين. يتفاخر أنه قتل 300 فلسطينيين في 5 دقائق أو في 3 دقائق. وأنا أقول أن إيهود باراك في القتل قديم بالمناسبة. تاريخه قديم. إيهود باراك كان قائد عملية اغتيال خليل الوزير في تونس. أشكرك شكرا جزيلا السيد محمود الشجراوي الباحث السياسي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.